صباح الخير مشاهدينا، وحياكم الله في يوم جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الصباحي واليومي برنامج في الضحى. مواضيع عديدة وكثيرة إن شاء الله راح تكون بانتظارنا لهذا اليوم، مختلفة متنوعة بالفقرات العديدة اللي موجودة في برنامج في الضحى. راح نتكلم عن مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان، راح نتكلم عن مدرسة الشمال الثانوية للبنين، بالإضافة إلى استعدادات المدارس والجهات لكأس العالم إن شاء الله. فداكم بداية نصبح عليكم وصبح على أخوي عبد الرحمن. صباح النور حنين، ونصبح على السادة المشاهدين وين ما يتابعونا عبر شاشة تلفزيون قطر، ونقول لكم صباح الخير. طبعا أسبوع مليء بالفعاليات ومليء بالمواضيع اللي دائما نسلط الضوء عليها في برنامجنا في الضحى. طبعا نستضيف الضيوف اللي يثرون حلقاتنا يوميا بالمواضيع العديدة، فبداية نصبح عليكم بكل خير ونبداها. طبعا دائما نسولف في بداية كل حلقة عن موضوع، عن سالفة، فشنو اليوم؟ اليوم خلينا نتكلم ان الشخص هو مسؤول دائما عن قراراته. انت مسؤول بنسبة 100% عن حياتك طبعا، لان الانسان هو يقرر شنو بيصير، شنو بيكون، شنو بيسوي، شلون ينجح، شنو بيقدم في حياته بشكل عام. فالانسان بشكل عام يعني في اي نجاح او اي خطوه يخطيها لازم يكون يبتدي في نفسه، ما يلقي اللوم على الاشخاص الاخرين، ما لان في كثير من الاشخاص لما تواجههم مشكله او موضوع معين يتهرب من الموضوع ويلقي اللوم على الآخرين، سواء في البؤس الذي يكون في حياته أو في وجود شعور غير مريح، لكنه بالأخير هو يؤدي للأسف إلى المزيد من البؤس، يؤدي إلى مزيد من الحزن. طالما أنك لا تتحمل المسؤولية كاملة عن حياتك وعواطفك وأموالك وتعليمك وعلاقاتك، فلن تسير حياتك بالطريقة اللي أنت تبيها. عشان كذي توقف على انتظار شخص ما لإصلاح حياتك، لأن الشخص الوحيد اللي هو قادر على فعل ذلك هو أنت بالفعل. أكيد حنين، ولا تخلي الآخرين أيضا أو الظروف يتحكمون فيك، أنت المسؤول وأنت صاحب القرار وصاحب السلطة. فكل ما تحملت مسؤولية ماضيك وحاضرك زادت قدرتك على تحقيق المستقبل اللي تسعى له. فيتطلب الأمر شجاعة للاعتراف بأن إذا كان هناك شيء لا يسير على ما يرام فقد يكون ذلك خطأ منك، وأنت الوحيد أيضا القادر على تغييره. إذا فكرت بهذه الطريقة ففي أمل أنك تسعد نفسك، ولا تنسى أيضا أنك قادر على فعل كل شيء يمكنك أن تفعله. يعني أي شيء تبيه في حياتك إذا كنت على استعداد للقيام به، ففي العمل قد لا تكون الأسرع في الوصول مثلا إلى هدفك، لكن في النهاية ستصل بالعمل الجاد بالطموح. فهذه ممكن أن الموهبة تساعدك فقط للحصول على القليل من السبق، لكن لن تصل إلى أي مكان بدون انضباط، بدون عمل، بدون جهد. لكن عليك الالتزام بهذه الأمور عشان توصل للأمر أو الهدف اللي ناوي توصل. نعم، وفي شيء ثاني، في الصوت اللي دائما يكون في رؤوسنا اللي يخبرنا بتوقعاتنا، تخوفاتنا. يمكن يكون هذا الصوت مفيد للغاية أو يسبب ألم كبير لنا، وهذا ما يفعله في أغلب الأحيان لمعظم الناس. فقد تمت برمجة هذا الصوت لاستخدام مخاوفك وألمك ضدك دون أن تلاحظ ذلك. مثلاً على سبيل المثال، يمكن تتصل بصديقك وهو ما يرد عليك، تتصل مرار وتكرار وما يجيب. إذا كانت لديك تجارب سيئة مثلاً مع أصدقائك في الماضي، راح يبدأ هذا الصوت في وضع فكرة أن صديقك يتعمد عدم الرد عليك. أو مثلاً لا سمح الله تعرض أحد أحبائك لحادث في الماضي، راح يخبرك الصوت الآن أن تأخر مثلاً أحد أبنائك ربما يكون بسبب حادث سيء. بدلاً من ذلك طمن نفسك، لأن لا يوجد أي دليل على هذه المخاوف في الوقت الحالي. حاول الاسترخاء والتركيز على الحاضر. إذا أتقنت هذا فسيتوفر على نفسك الكثير من الدراما والألم في حياتك. عليك أن تقوم، نقدر نقول، بموائمة أفعالك مع قيمك التي تؤمن فيها. عندها فقط راح تقدر تشعر بالتوافق مع نفسك، وأن الأشخاص الذين يعيشون وفقاً لقيمهم هم أكثر سعادة وصحة، وهذا أكيد هو الأمر المنطقي اللي لازم الواحد يمشي عليه. فدائماً نرجع ونقول نفس ما قلت في البداية، إن الشخص يبلش من نفسه، من قراراته، ما يلقي اللوم على أشخاص آخرين، ولا ينتظر من الأشخاص الآخرين إن هم ما يحركونه ويحركون حياته، أو هم يدفعونه أو يلقي اللوم عليهم، أو مثلاً يقول والله أنت عندك على القليلة شخص يشجعك، يساعدك، يساندك، يدعمك. وتبر كل هذه الأمور، أنت تحتاج أن أنت تبلش من نفسك.
لا تعتمد على حد أبداً. حلو أكيد أن يكون وجود أشخاص أكيد. في حياتنا ولهم دور في حياتنا، ولكن الأحلى أن يكون إحنا عندنا ثقة بأنفسنا، ثقة بذاتنا، علشان إحنا نقدر نكمل ونكون يمكن إحنا مؤثرين ودعم وتشجيع لأشخاص موجودين في حياتنا، سواء أخواننا أخواتنا، حتى الأم والأب نكون مشجعين ومساندين لهم، حتى أبنائنا على المدى البعيد. أكيد. فالواحد أول شيء يعتمد على نفسه، يشجع نفسه، يحط له هدف، يحط له خطة عشان يسعى للحصول على هذا الهدف أو الوصول. كل شيء في حياتك صح. يبتدي منك أنت، منك أنت، حتى يعني لو لا سمح الله أن مثلاً مرضت، أنت المسؤول عن الاهتمام بجسمك، بصحتك، بغذائك، بحياتك، بالجانب النفسي، لأن ما حد قادر. يعني حتى لو توفرت معك وكان عندك 100 شخص وشخص و100 أحد يدعمك ويساندك، إذا أنت من داخل مش مقتنع ومش حريص أن أنت تتطور، تتقدم، تتعالج مثلاً، ما حد يقدر يسوي لك أي شيء. ما راح توصل أي شيء. فابدأ بتغيير نفسك، ابدأ حط الفكرة في نفسك، خلك قنوع دائماً، وراح توصل للهدف أو توصل للأمر اللي تبي. طبعاً مشاهدينا، خلونا نبدأ حلقتنا بأولى فقراتنا وهي فقرة الصحافة، ناخذ أخبار محلية وعالمية من صحفنا. طبعاً نبدأها من جريدة الراية، ويقول الخبر: قطر تفوز برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، حيث أعلنت المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي فوز دولة قطر برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة لمدة 3 سنوات، وذلك خلال الاجتماع 5 للجمعية العامة الذي عقد أمس بمدينة تونس. وشارك سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية أمس في الاجتماع 5 للجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي الذي عقد بتونس تحت عنوان شراكات من أجل الأمن الغذائي المستدام. طبعا أفريقيا في جغرافية منظمة التعاون الإسلامي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. نتمنى لهم التوفيق طبعا. وهذا كان أول خبر. شنو الخبر الثاني؟ أول شيء خلينا نعلق على أول خبر، وهذا ما هو بجديد أكيد، على دولة قطر دائما قاعد نشهد فيها إنجازات بكافة المحافل بكافة المجالات، ودائما إحنا في أخبارنا حريصين أن نكون أخبارنا منوعة من خلال الجوانب العديدة ناخذهم بين الجانب الرياضي، الثقافي والصحي. خلينا مستعجل أنت على الخبر الثاني. أبغى أشوف شنو الخبر الثاني. الخبر الثاني راح يكون بالجانب الصحي في العرب: حملة وطنية للحد من طلب خدمة الإسعاف للحالات غير الطارئة. أطلقت مؤسسة حمد الطبية أمس حملة توعوية وطنية جديدة تطلب من أفراد المجتمع الاتصال بخدمة الإسعاف في حالات الطوارئ الطبية فقط، وذلك طبعاً للحد من عدد المكالمات لحالات غير الطارئة على الرقم 999 المخصص لخدمة الإسعاف. وقال السيد علي درويش مساعد المدير التنفيذي لخدمة الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية إن دور خدمة الإسعاف يتمثل أساساً في تقديم الدعم الطبي الطارئ والسريع للأشخاص الذين يعانون من إصابات أو أمراض خطيرة تهدد الحياة، ومن ثم نقلهم إلى قسم الطوارئ في المستشفى المناسب، حيث تقدم طبعا فرق خدمة الإسعاف يوميا الرعاية الطبية المنقذة لحياة الأفراد اللي يتعرضون لسكتات دماغية أو نوبة قلبية أو حوادث مرورية، يعني على سبيل المثال. والله إن شاء الله طبعا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين من كل الأمراض، يبعد عنهم هذه الأمراض ولا يحتاجون أصلا للاتصال بالإسعاف. ولكن الجميل أن الواحد يراعي، لأن في كثير من الحالات، خاصة أن احنا مقبلين على كأس العالم، يعني راح يكون عندنا ضيوف وزوار من كل مكان، فالاتصال يكون نفس ما تم ذكره في الخبر للحالات الطارئة والحالات الخطيرة. طبعا ما يقصرون، يعني من تتصلين في فترة زمنية قصيرة يكونون متواجدين عندك ويقدمون كل المساعدة. ليش جربت تتصل لا سمح الله؟ وايد نتصل 3 ساعات بس لأمور طارئة؟ لأمور طارئة أكيد، يعني مش أشياء بسيطة تكون نتصل عليهم، لا، للحالات الطارئة، الحالات اللي محتاجة صدق أنك تتواصل معهم. نروح لثالث خبر من جريدة الشرق: آخر موعد 30 أكتوبر، لجنة الإرث تدعو للمشاركة بالتسجيل للمسارعة بالتسجيل في بوابة قطر الإعلامية. دعت اللجنة العليا للمشاريع والإرث الإعلاميين الراغبين في تغطية فعاليات كأس العالم فيفا قطر 2022 إلى المسارعة بالتسجيل في بوابة قطر الإعلامية للاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها قطر للإعلاميين خلال البطولة.
مشيرة إلى أن 30 من أكتوبر الجاري هو آخر موعد للتسجيل في المنصة الإلكترونية، ويتيح الموقع الإلكتروني الذي أطلقته اللجنة العليا في الأول من الشهر الماضي للإعلاميين وصانعي المحتوى وممثلي جهات البث الاستفادة من مجموعة واسعة من المصادر الإخبارية التي توفرها الدولة المستضيفة خلال تغطية أحداث بطولة كأس العالم، طبعاً اللي تنطلق منافساتها في 20 نوفمبر المقبل. فهذه دعوة للإعلاميين واللي مثلاً عندهم صفحات على السوشيال ميديا وحابين أنهم ينقلون البطولة بشكل مثلاً رياضي للكل من خلال السوشيال ميديا ومن خلال أيضا المواقع التواصل الاجتماعي، يعني يقدرون يسجلون. نعم، إحنا نقدر نقول إن هذه الجهات حطت مثلا حساباتها ومواقعها للتسجيل ودعت الإعلاميين والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي إن يتفاعلون بتغطية الحدث. إحنا ندعو كل اللي قاعد يتابعنا، كل الأفراد سواء قطريين مقيمين العرب اللي قاعد يتابعونا، هذه البطولة بطولة استثنائية تمثل كل العرب، فنتمنى من الجميع حتى لو لم يتوافر هناك جهات، أنت قاعد تتكلم عن حدث عالمي، إنجاز كروي، حدث تاريخي، نتمنى أي حد باستطاعته أن يعكس صورة مشرفة عن بلداننا، عن قطر، عن المشاريع، عن الفعاليات، حتى الزوار اللي راح يكونون موجودين، يجب ان نكون كلنا يد واحده، ما نعتمد فقط كذلك على الاعلاميين، صحيح ان لهم دور كبير والمؤثرين لهم دور كبير، ولكن كل فرد قاعد يتابعنا له دور جدا كبير بانه ينقل الصوره اللي راح تكون بانتظاره وبانتظار اكيد كل اللي قاعد يتابعنا حول العالم، وبانتظار ماذا ستقدم دولة عربية إسلامية قطرية لهذه النسخة الاستثنائية. فالواحد لازم يكون ممثل لهذا البلد، يعني أحياناً شخص بسيط يجي لمجمع زيارة ينقل لنا هذه الفعالية، يمكن 5 أشخاص يشوفونها، ولكن هذا الانتشار، هذه الصورة راح تستمر وراح تخلد في الذاكرة وراح توصل. فمش فقط الإعلاميين، صحيح من جانب احترافي هذه دعوة للتسجيل، ولكن احنا نتكلم بشكل عام كدعوة أكيد احنا نوجهها من خلال شاشة تلفزيون قطر، الكل باستطاعته انه ينقل الصورة وينقل الصوت وينقل الحدث من خلال منصات التواصل الاجتماعي. ننتقل إلى إنجاز جديد من إنجازات دولة قطر، يعني احنا قاعد نتحدث أكيد عن جوانب عديدة سواء الرياضة وكذلك السياحة راح تكون مزدهرة، لأن احنا بشكل يومي قاعد نشوف ازدهار. جزيرة البنانة من أجمل الجزر السياحية اللي موجودة عندنا، يحصد جائزتين مرموقتين، حصل طبعا منتجع جزيرة البنانة الدوحة جائزتين مرموقتين في حفل جوائز قراء كنديناس ترافل للعام 2022، مضيفا إلى رصيده شهادتين عالميتين من خلال إرسائه لمعايير استثنائية في قطاع الضيافة. وقد احتل منتجع جزيرة البنانة الدوحة المركز 10 ضمن قائمة أفضل 50 منتجع عالمي، بالإضافة إلى المركز 3 إقليمياً ضمن قائمة أفضل 12 منتجع في الشرق الأوسط، معززاً بذلك مكانتها على خارطة السياحة العالمية. يعني رغم الأماكن العديدة والكثيرة اللي موجودة عندنا، لله الحمد إنجازات متواصلة، ونفتخر بأن هذه الأماكن تصل للعالم. أكيد أكيد، يعني أماكن كثيرة في قطر ومنتجعات كثيرة في قطر، لكن منتجع جزيرة البنانة من الأماكن الجميلة صراحة ويستحق الزيارة للي موجود في الدوحة سواء كان مواطن أو مقيم أو للزوار اللي جونا من خارج الدوحة. ونروح لهذا الخبر، نختم فقرتنا بهذا الخبر من جريدة الوطن، استاد 974 العملاق المستدام بيئياً. سلطت فوز دي أمريكا الوكالة الإعلامية الحكومية التي تمولها الحكومة الفيدرالية الأمريكية أكبر محطة إذاعية دولية في الولايات المتحدة الضوء طبعا على ملعب 974، ووصفته بالعملاق المستدام بيئيا. وقالت الوكالة الإعلامية أن مشروعا رائدا وعلامة فارقة في تصميم وبناء الملاعب، وقد سجل رقما قياسيا كونه أول ملعب قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ بطولات كأس العالم، كما أنه يتميز بالعديد من المميزات الأخرى الفريدة، وتبلغ أيضا سعة الملعب الجماهيرية 40,000 مقعد، ويستضيف 7 مباريات في مونديال قطر 2022 من مرحلة المجموعات حتى الدور ثمن النهائي للبطولة، بداية بمباراة المكسيك وبولندا. طبعا إنجاز جميل، ونشوف الإنجازات في كل الجوانب صراحة في دولة قطر، يعني ما شاء الله، الله يزيد ويبارك. الرياضة، السياحة، الثقافة، نشوف إنجازات في كل شيء.
الثقافة والتعليم نقدر نقول راح نسلط الضوء اليوم كذلك أحد المدارس. طبعاً دولة قطر مهتمة بالبداية بأبنائها علشان تحقق الأرقام القياسية اللي احنا قاعد نشوفها وقاعد نشهدها. الاهتمام بكل الجوانب حتى بالجانب الصحي مهتمين. خلونا نشوف اهتمام بصحة الأسنان بالمدارس تحديداً في هذا التقرير. برنامج أسناني عبارة عن توعية للأطفال من بين الأعمار 3 سنوات إلى 13 سنة، توعية صحية للأسنان، ومن خلاله نقوم بعمل علاجات وقائية لنحمي الأسنان من التسوس بداية من السن الصغر، لأن اكتشفنا في دراسات السنوات الأخيرة أن نسبة تسوس الأسنان في قطر بالأعمار 3 سنوات إلى 13 سنة نسبة 90%، وهذه نسبة كبيرة. فنحن بادرنا بهذا البرنامج من سنة 2018 لنقوم بمحاربة التسوس ونشر التوعية بين الطلاب إن شاء الله. طبعاً التعاون يكون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة. المبادرة تكون من وزارة الصحة بإرسال بعض الرسائل إلى المدارس. طبعاً يقوم التواصل على المدرسة مباشر ونعطيهم الفكرة، وطبعاً المدرسة تحكي للأهالي وطبعاً بيردوا علينا إذا هم حابين يشاركوا أو لا، ومن خلالها بنكون بتنسيق جدول خلال العام الدراسي كامل بين المدارس الموافقة، وعلى أساسه نبدأ المشروع. عندنا 15 أخصائي صحة فم وأسنان و7 أخصائي أطفال دكاترة. نقوم بالذهاب إلى المدارس اللي هي طبعاً مدارس الابتدائية من سن 6 سنوات إلى سن 13 سنة. عندنا وحدة تنقل للأسنان نأخذها للمدارس، وبنكون في المدارس لمدة 3 أسابيع إلى شهر، ونفحص أسنان جميع الطلاب، ونقوم بعمل التوعية الصحية طبعاً، ونقوم بعمل الحشوات الوقائية ومادة الفلورايد لنحميهم من التسوس. وغير هيك في عنا الطلاب اللي مثل ما أنتم شايفين اليوم الروضة بيجوا عنا على المراكز كتجربة أولى لهم لزيارة عيادة الأسنان، ونقوم بالتوعية وعمل العلاجات الوقائية أيضاً. حياكم الله من جديد مشاهدينا ومتابعينا عبر شاشة تلفزيون قطر. طبعا كل دولة قطر حكومة وشعبا على أتم الاستعداد لاستقبال ضيوف قطر على الرحب والسعة. الجميع قد أتم الاستعداد بخطوات ثابتة وأهداف محددة، أهمها إبهار العالم بهذه النسخة الاستثنائية من بطولة كأس العالم. طبعا هذه هي النسخة الأولى من كأس العالم لكرة القدم، النسخة الأولى التي تقام في بلد عربي إسلامي، في بلدنا الجميل ومنطقتنا الأجمل. خلونا نرحب معنا ضيفنا الكريم سيد عبد العزيز فهد، منسق شؤون الطلاب مدرسة الشمال الثانوية للبنين. حياك الله معنا ونقولك صباح الخير. حياك الله وصباح النور وشكرا على الاستضافة، وإن شاء الله نكون ضيوف خفاف عليكم وعلى المشاهدين. حياك الله أستاذ عبد العزيز، سعيد بوجودك. أكيد إحنا في بداية حلقتنا ذكرنا إن إحنا راح نتكلم عن استعدادات المدارس لاستقبال هذا الحدث الضخم وهذا الحدث المهم، ولكن تحديدا بما ان انت يعني نائب المدير للشؤون الاداريه بمدرسه الشمال الثانويه للبنين، نتحدث عن مدرستكم. وشيء شرف لنا واعتزاز ان تستضاف البطوله في دوله قطر. استعداد المدرسه قمنا ببرامج اللي هو كلمه مرحبا لعده لغات منها اوكرانيه والبنغلاديشيه والأردو والفرنسية. بالإضافة إلى اللي هو مع الإعلاميين، اللي هو التواصل مع الإعلاميين وللمدرسة، برضه أرسلنا لهم للمجتمع المحلي وأولياء الأمور وتعريف الطلاب بمنجزات قطر.
نعم والاستعداد. نعم يعني الفعالية هذه هي تعريفية فقط، ما في مثلا فعاليات، ما في أنشطة تقام خلال هذه الفعالية؟ إن شاء الله احنا من الأسبوع الجاي إن شاء الله مشيئة الله، كانت عندنا فترة طافة جائحة كورونا والله إن شاء الله ده. إن شاء الله الأسبوع الجاي راح نبدأ في البرامج اللي إن شاء الله. إن شاء الله أنتم مرحبا بلشتوا فيها في العام الماضي صحيح؟ نعم. ومستمرة إن شاء الله. إن شاء الله إلينا نهاية كأس العالم. وتعاونتوا مع جهات معينة مثلا، لأن أنت الحين ذكرت نقطة مهمة إن سلطت الضوء على الجانب الإعلامي مثلا، كيف كان تسليط هذا الضوء وكيف كان التعاون؟ كان له عن طريق إرسال فيديوهات مصورة وقمنا بنشرها للمجتمع اللي حولنا اللي هو المحلي لأولياء الأمور، نعرفهم اللي هو بالاستضافة ونهاية كأس العالم بدولة قطر. نعم. أستاذ عبد العزيز، يعني دور الطلاب شنو كان خلال هذه الفعالية؟ شنو كانوا يسوون الطلاب؟ ردود الأفعال شلون كانت؟ والله الطلاب يعني مزروع فيهم الحمد لله اللي هو القيام، مزروع عندهم اللي هو والله نشكر مدير المدرسة اللي ساعدنا في الأمور دي وسهل علينا وسهل على الطلاب اللي هو انهم يطلعون بهالقيمة وابراز الهوية الوطنية القطرية. ممتاز. كلمة مرحبا جميلة، كلمة تعني الترحيب، وحلو ان انتم اخترتوا يمكن 3 إلى 4 لغات عدل. هل هذه كان في النسخة السابقة؟ في النسخة الحالية مع استمراريتها هل هناك أمور جديدة راح تكون على هذا على هذه الفعالية؟ إن شاء الله بإذن الله، يعني بمشيئة الله إن شاء الله من الأسبوع الجاي راح نبدأ في كذا لقاء وراح إن شاء الله نزودكم إن شاء الله. إذن تقدر تزودنا الحين ببعض الخطط المستقبلية للمدرسة مثلا، بالمشاريع اللي يمكن راح تكون في انتظارنا؟ يعني أنتم سلطتوا الضوء على الجانب الإعلامي مثلا، هل بيتم تسليط الضوء مثلا على جانب الرياضي مثلا؟ إن شاء الله احنا راح نكون مع التنسيق مع اعتقد لجنة الإرث اللي هو عشان زيارة الطلاب لل بالأمس كان في حدث كذلك، وأمس بالنسبة لوزارة التعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أمس كان في حدث مصغر لكأس العالم صغير للمنتخبات 32، وإن شاء الله إحنا بدورنا بعد نكمل اللي هو المسيرة بمشيئة الله. بما أن أنت ذكرت دوركم، باعتقادك ما هو دور كل من المواطن والمقيم في قطر بإنجاح هذه النسخة؟ إظهار روح التسامح والتعاون، إبراز اللي هو الهوية الوطنية القطرية الأساس والهوية الوطنية اللي هو العربية. نعم. قيامنا الإسلامية دي اللي أظهرناها للناس، يعني أول شيء عز وفخر أنها دولة عربية وقطر وبالذات دولة قطر هي اللي استضافت الشيء، فإن شاء الله ينعكس إيجابي على البطولة وعلى الدولة بمشيئة الله. إن شاء الله. طبعاً الكل مفتخر، الكل متحمس، الكل مستعد لهذه البطولة الاستثنائية، ولازم من خلال هذه البطولة نروي ضيوف مدى كرم الضيافة عندنا، شلون ثقافتنا في قطر، عاداتنا وتقاليدنا شنو، فالواحد لازم يعكس الصورة الجميلة للضيوف اللي راح يكونون موجودين خلال هذه البطولة. طبعا ذكرت ان شاركتوا ايضا اولياء الامور في هذه الفعالية وارسلتوا لهم بعض الامور، فكلمنا شلون كانت ردود الافعال من خلال اولياء الامور على هذه الفعالية؟ الله يجزيهم عنك الخير، يعني الامانة متفاعلين وده الشيء سعيد. اول شيء ان الكاس العالم دخل دولة قطر عن طريق مدينة الشمال، فده فخر لكل واحد. نعم حلو. احنا نقدر نقول كذلك استاذ عبد العزيز لك جوانب كثيره في مجالات عديده، اعتقد كذلك لك مشاركات مع سباير ومشاركات في اماكن كثيره، دور الجانب التطوعي خاصه عند الطلاب وزرع هذه القيم جدا مهم وضروري، كون احنا مقبلين على أحداث كبيرة وهذه الأحداث والله الحمد مستمرة بشكل كبير، دائما ننظم فعاليات وأحداث في قطر نشهد جانب التطوعي. نعم. كيف غرستوا هذا الجانب في طلاب مدرستكم وكيف راح يكون لهم في دور في كأس العالم؟ احنا كل سنة يطلع يعني كل مرحلة اللي هو ثالث اللي هو صف الثاني عشر ثانوي يكون عدد الطلاب يطلعون له لساعات العمل التطوعية. نعم. وإن شاء الله إحنا راح نبتدي بمشيئة الله من الأسبوع الجاي ندرس الفكرة ونبتدي من صف 10 في زرع الروح وزرع الهوية. ممتاز. هذه الفكرة للطلاب كذلك والمدرسين. نعم نعم، لأن لازم يكون هناك دائما ما في شك، يعني
قمنا الآن بعملية تبرع بالدم، فشاركنا المجتمع المحلي والمدرسين وأولياء الأمور، فهذه يعني من الأشياء الأعمال التطوعية الخيرية يعني. جميل جميل، الله يعطيكم العافية. كلمة أخيرة حاب توجهها للسادة المشاهدين، لأولياء الأمور اللي تابعونا من خلال شاشة تلفزيون قطر. أقول كلنا فخر بدولة قطر، وكلنا فخر باستضافة البطولة العالم. أتمنى أن نعكس الروح اللي هو الوطنية وإبراز الهوية الوطنية القطرية وقيمنا الإسلامية للناس، يشوفون شلون احنا العرب المسلمين الخليجيين بظهر الشيء ذا، وراح ينعكس علينا كله بنا ايجابي بمشيئة الله وعلى دولة قطر خاصة يعني ان شاء الله. السيد عبد العزيز فهد نائب المدير للشؤون الإدارية بمدرسة الشمال الثانوية للبنين، شكرا لك ويعطيك العافية، واكيد نتمنى التوفيق لمدرستكم لكافة المدارس اللي قاعد يتابعونا. بالتأكيد نرجع ونقول كل الجهات كل الشركات كل الافراد على أتم الاستعداد لاستقبال هذا الحدث التاريخي والإنجاز العظيم. أكيد، وفعاليات عديدة أيضا حنين، سواء كانت جانب رياضي جانب ثقافي جانب صحي، فخلونا نشوف هذا التقرير عن فعاليات أسبوع قطر للاستدامة، نتابع ونرجع لكم. تشكل الاستدامة ركيزة أساسية في رؤية قطر الوطنية 2030، لذلك تتواصل الجهود المجتمعية وطرح المبادرات والأنشطة والفعاليات الموجهة نحو الاستدامة من خلال النسخة السابعة لأسبوع قطر للاستدامة الذي نظمه مركز إرثونا عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والذي سيستمر إلى 15 من أكتوبر عام 2022. عن الأسبوع هذا ركز على الطاقة والمياه والغذاء وإعادة التدوير وتقليل الهدر. الأسبوع الاستدامة هي فعالية أساسية بالنسبة لبرنامجنا أو في الأجندة الخاصة لنا كوزارة البيئة، وإحنا نشارك فيها من بداية التأسيس. ميزة المبادرة هذه هي تجمع كل المبادرات والفعاليات والأنشطة الخاصة بالاستدامة والبيئة تحت مظلة واحدة، ويتم مشاركة فيها جميع شرائح المجتمع من قطاع خاص من أفراد من نشطاء. من 2016 إلى 2021 أكثر من 200 ألف مشارك في هذه الفعاليات. إن شاء الله نتوقع السنة هذه تفوق 150 ألف مشاركة في أكثر من 400 فعالية. مثل ما ذكرنا، الهدف إن إحنا نوصل فكرة الاستدامة والحفاظ على البيئة إلى أكبر قطاع ممكن من أفراد المجتمع. كل هذه الجهود ستساهم حتماً في تحقيق الاستدامة. مستمرين معاكم مشاهدين الكرام في حلقتنا، نفس ما قلت لكم في بداية الحلقة راح نتحدث عن مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان، قد أوشكت فعاليات وأنشطة مونديال كأس العالم 2022 على الابتداء، ومن هنا طبعا أطلق مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي حملته التوعوية للخط الساخن 9-1-9 للفئات المستهدفة من النساء والأطفال وضحايا التصدع الأسري من العنف ضمن فعاليات كأس العالم. معنا اليوم السيدة مياس المعمري أخصائية اجتماعية في مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان، حياك الله معنا أختي مياسة. يا هلا ومرحبا، صباح الخير حنين، صباح الخير عبد الرحمن، شكرا على الاستضافة. يا مرحبا بك وحياك الله في مكانك. في الضحي طبعا راح نتكلم معك بخصوص فعاليات والأنشطة اللي راح تقدمونها خلال مونديال كأس العالم 2022، يعني كل المراكز كل المؤسسات الدولة كلها قاعدة تستعد وراح تقدم فعاليات تقدم أشياء كثيرة خلال هذه الفترة، فأنا بتكلم عن الأمور اللي راح تقدمونها خلال بطولة كأس العالم. أنا أحب أنوه وأذكر وأعرف للي يعني ما يعرف أن مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان هو أحد المراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والتي تتبع بدورها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. مثل ما قلت أخي عبد الرحمن، حالنا حال أي جهة في الدولة على أتم الاستعداد إن شاء الله لتقديم خدماتنا بصورة جيدة وفعالة لزوار وضيوف كأس العالم. راح نركز بشكل خاص على توفير الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة من ضيوف وزوار كأس العالم،
منهم فئاتنا المستهدفة مثل ما نوهتي من ساعة حنين، هما النساء والأطفال من ضحايا العنف بكافة أشكاله وأنواعه، وأيضا ضحايا التصدع الأسري. يعني يقدرون يتواصلون معكم عبر الخط الساخن ويتم الرد مباشرة عليكم. كثير من النشاطات والفعاليات أكيد اللي أنتم تشاركون فيها وتقدمونها بشكل عام، نبي نتكلم، أنت ذكرتي أنه يكون للنساء والأطفال بشكل كبير مخصص واللي يعانون أكيد ضحايا التصدع الأسري، شنو الهدف الرئيسي اللي ترجون تحقيقه من خلال إطلاق خدمة الخط الساخن؟ طبعاً إحنا أكيد نسعى لتحقيق الهدف الأساسي والعام لمركز أمان، يسعى لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة، وأيضاً الاهتمام بتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع. نعم، يعني من خلال هذه الفعاليات وهذه الاستعدادات، شلون شنو هي مثلاً، يعني لو نتكلم تحديد شنو هي الفعاليات، شنو هي الأنشطة اللي راح تكون خلال هذه الفترة؟ طيب، احنا تركيزنا راح يكون على خدمة الخط الساخن 919، هذا الخدمة اللي تعمل على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع لتقديم الخدمات للفئات المستهدفة. بشكل مبسط يتم استقبال المكالمات عن طريق كوادر متخصصة يقومون بعملية تقييم سريع لحاجة المتصل. في البعض اللي يحتاج استشارة سريعة يتم تقديم الاستشارة له، والبعض يكون موضوعه خارج نطاق اختصاص مركز أمان فيتم تحويله للجهة المعنية وتوجيهه بالذهاب إليها. أما بالنسبة للاتصالات والمواضيع اللي تكون ضمن نطاق عمل المركز يتم تحويلهم لمختصين مهنيين يقدمون لهم استشارات في المجالات القانونية والنفسية والاجتماعية، وأيضا يعني يتخذون قرار إجراء التدخل المناسب. هذا العام تزامنا مع كأس العالم، ومن قبل أساسا قطر مجتمع ثري ومتنوع ثقافيا، ومع ضيوفنا من كل مكان أكيد راح تزداد هذه الميزة. تم إضافة 6 لغات للخط الساخن وهي الإسبانية والفرنسية والبرتغالية والأوردو والفلبينية والصينية، بالإضافة للغتين العربية والإنجليزية اللي أساساً يتم العمل بهما حالياً. الميزة الجميلة أخوي عبد الرحمن وأختي حنين في خدمة الخط الساخن إن إحنا نقدر نرصد مؤشرات عشان نعمل إحصاءات تفيدنا في التعرف على المشكلات الأكثر تكراراً وانتشاراً في المجتمع، وبالتالي أكيد هذه الإحصاءات راح تساهم بشكل فعال في تصميم وتنفيذ برامج توعوية وتثقيفية وعلاجية للفئات. نعم أختي مياسة، أثناء حديثك ذكرتي أن يتم تحويلهم إلى جهات معنية وجهات مختصة في بعض الحالات، الجهات المعنية والجهات المختصة اللي متعاونة معاكم لو نذكرها. يعني على سبيل المثال، حالة معنفة ظهر المشكلة عنف لكن اتخذت قرار بأن هي تنفصل تتطلق، فيتم توجيهها بشكل مباشر لمركز الاستشارات العائلية وفاق. أيضا فيما يتعلق بالانحرافات السلوكية عند الأطفال، بعد ما يتم اتخاذ الإجراء السريع حسب تقدير الموقف يتم تحويل الطفل لمركز دعم الصحة السلوكية وباقي المراكز التابعة لمؤسسة قطر العمل الاجتماعي. نقدر نذكر مثلا اللي حاب أنه يعرف شنو هي مثلا الأمور اللي يقدر يتصل على الخط الساخن، مثلا لو في نعرف سادة المشاهدين شنو هي الأمور اللي من خلالها يقدر يتصل. انطلاقا من فئاتنا المستهدفة اللي هم ضحايا العنف بكافة أنواعه، عنف جسدي، عنف نفسي، طبعا بالإضافة للتحرش الجنسي، وأيضا فيما يتعلق بضحايا التصدع الأسري. احنا ناخذ مثل ما قلت ظاهر المشكلة، وعلى أساسه يتم عملية التقييم. التقييم السريع راح تلي عملية تقييم شامل وإجراء القرار المناسب ضمن فريق يعمل في المركز. احنا مكونين من قسم الحماية والتأهيل، وعملية تدرج راح تكون في استقبال الحالة. يمكن أيضا من الأمور المهمة، في البعض يشعر بالحرج من أنه يتواصل بشكل مباشر على 919. عندنا تطبيقين على الموقع الإلكتروني لمركز أمان اللي هو ساعدني مخصص للإبلاغ عن الإساءة للأطفال، وأيضا شاوريني مخصص للنساء وتقديم الاستشارات القانونية والنفسية والاجتماعية لهم. جميل. بما نحن قاعد نتكلم عن هذه الخدمة، هناك شراكة مجتمعية بين مركز أمان ومجمع دوحة في سيفل سيتي لتوعية الجمهور بالخط الساخن لمركز أمان للحد من العنف والتصدع الأسري. يعني حلو أنه يكون هناك كذلك تعاون بين المجمعات التجارية الموجودة عندنا حتى يكون سهولة للتواصل مع الأشخاص اللي يكونون موجودين في هذه الأماكن العامة، فحلو هذه المبادرة تكون موجودة. لو تحدثينا عن تعاونكم أكيد مع هذه الجهة. هذه المبادرة الجميلة اللي مؤخرا مثل ما ذكرتي سووها في فيستبل هي للتوعية بالخط الساخن تحديدا 919، ومثل ما تعرفين مثل هذه المواضيع اللي شوي ثقيلة وعميقة، جذب الأطفال لها وتعريف الأطفال بشكل مبسط عن الخدمات المقدمة، وأيضا تعريف الناس بالإجراءات اللي يتم اتخاذها من خلال إبلاغهم للمواضيع اللي أعلننا عنها ضمن نطاق اختصاص المركز في مركز نعمة. نقدر حلو أن نكون جميلة، يكون هناك قرب مع المجتمع والتواصل المباشر والصريح
التلويح أكيد مع المجتمع، بالإضافة عندكم مجموعة من الورش بعنوان الأسر الثلاثة لتأسيس أسرة آمنة، هاي ضمن المواضيع اللي مختلفة أكيد عن الخط الساخن، ولكن الجميل نحن قاعد نشهد اليوم وجود أمان بشكل مكثف، وجود أمان في أرض الواقع بالقرب من المجتمع. طبعا يعطيكم العافية على كل الجهود اللي تقومون فيها وتبذلونها. كلمة أخيرة منك أخت مياسة المعمري توجهينها للسادة المشاهدين. أنا أذكر أن إحنا إن شاء الله خلال فترة كأس العالم راح نقدم خدمة الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة من ضيوف وزوار كأس العالم اللي هما الأسر، تحديداً الأطفال والنساء من ضحايا العنف بكافة أشكاله، ضحايا التصدع الأسري 919 على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع. وأكيد شاكرين لكم هذا الاستضافة، وأذكر نحن ندعم ونشجع ونساند العنابي ونتمنى له حظوظ جميلة إن شاء الله في هذه البطولة. شكرا لكم. يعطيك العافية أختي مياسة معملي أخصائية اجتماعية في مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان. ختام كان جدا مميز، أكيد داعمين ومشجعين ودائما في القلب. يعطيك العافية. يعطيك العافية. إذن مشاهدينا طبعا من هذا الموضوع خلونا نطلع فاصل ونرجع نواصل باقي حديثنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا مستمرين في برنامجنا في الضحى. طبعا مواضيع نتكلم فيها عديدة، منها طبعا دائما في كل شغل لازم يكون عندك زملاء حنين. نعم. زملاء العمل، ففي طريقة ممكن أن الواحد يتعامل أو يتعلم شلون يتعامل مع زملائه، ففي أساسيات وفي طرق وفي نصايح ممكن أن نوجهها للسادة المشاهدين عشان يعززون طرق التعامل، فخلونا نشوف هذه النصايح ونرجع لكم. Thank you.
طبعا هذه كانت بعض النصائح لتعزيز التعامل مع الزملاء في العمل. التواصل جدا مهم يكون في الزملاء، لان نقدر نقول يخفف من التوتر، يخفف من النزاعات والمشاكل لما انت تكون متواجه مع الشخص، مع الزميل وجها لوجه. هذا الموضوع يمكن ينحل، يمكن يكون في سوء تفاهم، فمن المهم والمميز انه يكون في تواصل مستمر. حتى الواحد يقدر يبدع في التواصل، لأن أحياناً يمكن في شخص يخجل أنه يعبر عن رأيه في مسألة معينة، ولكن مع هذا التواصل يستطيع أنه يعبر. أكيد، يعني تعامل بين الزملاء، التعاون أيضاً، كل هذا يصب في مصلحة المكان اللي تشتغل فيه. فلازم الواحد يتواصل مع الزملاء بشكل جيد، الأسلوب بيكون راقي، مش أسلوب مثلاً استفزازي أو مثل هذه الأمور. فأمور كثيرة تترتب عليها. نعم. التواصل بين الزملاء. نعم، نقدر نقول يفتح المجال علاقات أفضل كذلك مع العملاء من خلال فهم احتياجات العميل، كذلك إيصال الفكرة له بشكل أوضح، يمنح الأدوات اللازمة للموظفين لإيصال أفكارهم أهدافهم بشكل أفضل. نقدر نفس ما قلنا يزيد هذا التواصل فرصة كبيرة في العمل طبعا على مهارات الإبداع وأفكار بعض الأشخاص في العمل، خصوصا الذين نفس ما قلت ما تتم ملاحظتهم. يعني موضوع التواصل موضوع مهم، لأنه وايد صارت خلافات أكيد في كل اللي قاعد يتابعونه مع وظائفهم، والسبب إن سوء تفاهم، عدم تواصل، أو يمكن الأخبار تنتقل من شخص إلى آخر. فمن المهم جدا أن يكون هناك تواصل دائم بين الموظفين لنجاح بيئة العمل في المقام الأول. طبعا برنامجنا مستمر وحديثنا عن الإنجازات أكيد الرياضية و البطولية، وبالإضافة إلى استقبالنا للأحداث الكبيرة وكأس العالم، وتقرير عن مبادرة هيا معي. مبادرة هيا معي 1+3 هي مبادرة تتيح لأي مشجع من خارج قطر وحاصل على بطاقة هيا باستخدام رقم تذكرة إحدى مباريات كأس العالم دعوة 3 مشجعين من غير حامل التذاكر للدخول إلى قطر خلال البطولة التي تقام منافساتها من 20 نوفمبر إلى 18 من ديسمبر. يشترط ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 عاما، وأن يحصل المستفيد على جواز سفر ساري صلاحية، وتأكيد مقر إقامة المستفيدين في قطر خلال البطولة، ودفع رسوم غير مستردة قيمتها 500 ريال قطري لاستثناء من تقل أعمارهم عن 12 عاما. على المشجع الحاصل على الموافقة لبطاقة هيا زيارة بوابة هيا، اختيار بطاقتي، النقر على الإجراء، اختيار هيا معي، وستظهر له رموز لثلاثة قسائم يمكنه إرسالها لثلاثة مشجعين من غير حامل التذاكر. المشجع الذي يتطلع للاستفادة من المبادرة زيارة بوابة هيا لتقديم طلب الحصول على البطاقة، النقر على قسيمة هيا معي من فئة مقدم الطلب، إدخال رمز القسيمة واختيار تحقق من صحة قسيمتي، الموافقة على الشروط ثم مراجعة الطلب قبل تقديمه. وعقب الموافقة على طلب الحصول على بطاقة هيا سيحصل كل مشجع من خارج الدولة على تصريح عبر البريد الإلكتروني يتيح له الدخول إلى قطر. قطر ترحب بالمزيد من جماهير المونديال، فمرحبا بالجميع في دوحة الجميع. مرحبا بالجميع في دوحة الجميع. من خلال هذا التقرير تعرفنا على بطاقة هيا وإجراء التسجيل للحصول على بطاقة هيا، إجراءات بسيطة وسهلة، وأي حد عنده تذكرة للحضور المباريات يقدر يستخرج هذه البطاقة، وللعلم أنها بمثابة فيزا للدخول لدولة قطر.
قطر. نعم، بس أبي أذكر ونوه يشترط أن لا يقل عمر مقدم الطلبة عن 18 عام، يستفيد من مبادرة طبعا جميع المشجعين الدوليين من غير حاملي التذاكر ومن كافة الأعمار، بشرط أن يحمل المستفيد جواز سفر ساري الصلاحية، مع الإشارة طبعا إلى الاستفادة من هذه المبادرة غير متاحة لسكان دولة قطر وتقتصر على القادمين ومن خارجها، يعني تسهيلات عديدة، تسهيلات كثيرة للحصول طبعا للتواجد في قطر والاستمتاع بهذا الحدث الضخم والمميز. أكيد، وكلنا في انتظار هذا الحدث، وإن شاء الله راح نستمتع وراح ننقل لكم هذا الحدث بأحلى صورة. فوصلنا لنا الحين، وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، إن شاء الله أنكم استمتعتوا واستفدتوا، إن شاء الله نشوفكم بكرة في نفس الموعد من الساعة 11 لين 12. أقول لكم مع السلامة.